قال رحمه الله تعالى: باب من نظر في كتاب من يحضر على المسلمين ليستبين أمره. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس. يعني هذا الباب عقده لبيان مسألة مهمة، وهي أنه ورد من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكذا وعيد. يعني فهل كل كتاب يعني طلعت عليه يجب عليك الوعيد؟ قال: لا، هناك كتب يشك فيها، اتهم صاحبها، فمثل هذه لا تدخل تحت النهي، وإنما النظر إليها جائز، مثل حديث الآتي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرتد الغنوي رضي الله عنهما وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المشركين. قال: فأدركناها تسير على جمل لها، حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فقال: فأنخنا بها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال: صاحباي، ما نرى كتابا. قال: قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الكتاب. قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق، فلا تقولوا له إلا خيرا. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. قال: فقال يا عمر: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. هذا كتاب أرسله حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وتحدث عن المسير، فهم ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم يخفي يوري بغيرها، ولكن فهمه فكتب كتابا. جاءت امرأة تسأل شيئا فكتب كتابا وأعطاه لها وقال: هذا أبلغيه لمشرك مكة. فأخذت ذلك الكتاب وخرجت، فلما خرجت وذهبت جاءه جبريل فقال: إن حاتم بن أبي بلتعة أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم بخبرك. فعند ذلك نادى الزبير ثلاثة صحابة وقال: اذهبوا أن تأتون روضة خاف، اسم موضع، تجدون هناك امرأة معها كتاب من حاطب، فأتوني بذلك الكتاب. فسافروا يجري فيهم الخيل جريا ووصلوا إلى ذلك المكان في النقطة التي حدها لهم هذه المعجزة، آية من آيات الله، في ذلك المكان روضة خاف وجرناها. فقلنا لها: هات الكتاب. قالت: ما معي كتاب. وفتشناها وأنخنا دابتها وكذا وكذا. فقال صاحباي: ما معها كتاب، خليها نرجع. قلت: لا، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبرني بأن معها كتاب، لتخرجين الكتاب أو لأجردنك من الثياب، تكون عريانة تختارين هذا. فلما رأت الجدة أخذت من حجزتها، كانت محتجزة يعني في وسطها، فأخرجت الكتاب فأعطتنا، فرجعنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الكتاب نادى حاطبا فقال له: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ ما الذي أدعك إلى أن تفشي سري؟ قال: يا رسول الله،
لا تعجل علي، إنما هو الأمر على عند أهل هناك ومال، وأصحابك كلهم عنده هناك عشرة يحمون مالهم أموالهم وأهلهم، وأنا لصيق في قريش حليف ولست منهم، فإذا جئت أنت للغزو فهم يملكون مالي وأهلي، فأردت أن أتقدم إليهم بفائدة هذه حتى يحفظوا مالي وأهلي. وهذا يعني اختار هذا وقال: أنا أعلم أن الله ناصرك ولن تغلب وإنما تغلب أنت نفسك، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم، قال: لا تتعرضوا له. فقال عمر: لا، أنا أقتله لأنه خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن أقتله. قال: لا يا عمر. قال: لا. فلما أبى علي قال: يا عمر، يعني ما تدري أن الله اطلع على أهل بدر وهو بدري على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فهو قد وجبتكم الجنة وهو منهم. فبكى عمر عند ذلك وقال: الله ورسوله أعلم. الحاصل الشاهد من ذلك أن ذلك الكتاب اطلع عليه بدون إذن كاتبه، فدل على أنه إذا وجد عند شخص كتاب مكتوب وستره ينبغي، إذا كان يتهم ينبغي نزعه منه بقوة وأخذه. وفيه أيضا أن جاسس من تجسس على حساب المشركين ولو كان مسلما يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر: لا تقتله، قال: إنما هو بدري له مانع، ولولا ذلك لقتلوه. نعم.